صباح الخير والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين، وأن تكونون صباح الأمل والانتصار، صباح السلام، صباح الأمل بعراق مشرق متحرر من قبضة الإرهاب. اليوم أحبتي المشاهدين، وإحنا نبدأ يوم جديد وصباح جديد، تكون مدينة الرمادي قد عادت حرة إلى أهلها، إلى أحضان العراق. مثل ما تعرفون، يوم أمس دخلت القوات العراقية آخر منطقة كانت تحتلها عصابات داعش الإرهابية في مدينة الرمادي، ألا وهي المجمع الحكومي أو ما يعرف بالمجمع الحكومي وسط الرمادي، بعد أسابيع من محاصرته. طبعا السلطات المحلية بالرمادي حاليا راح تستعد لاستقبال النازحين أهلنا اللي عانوا وما عانوا بسبب ظلم الإرهاب، ونسحوا من ديارهم مرغمين حتى ينجون بأنفسهم. اليوم المسؤولين بالسلطة المحلية بمحافظة الأنبار شكلوا 3 لجان حتى يعيدوهم بشكل تدريجي ومنتظم إلى ديارهم سالمين غانمين. أحبتي المشاهدين، نتحدث اليوم عن موضوع أيضا يعتبر من المواضيع الشائكة مجتمعنا، نتحدث اليوم عن الثقافة الجنسية. الحديث عن الثقافة الجنسية أصبح من الممنوعات بالعديد من المجتمعات اللي تتصور أنه مثل هذا الحديث يعتبر من الأمور اللي يخشى البعض الاقتراب منها. السؤال اليوم، متى يمكن أن نناقش هذه المشاكل ونطرح مفهوم الثقافة الجنسية والعلاقة بين غيابها وبين ظواهر عديدة خطيرة طرأت على المجتمع، منها انتشار الطلاق وعقود الزواج المستحدثة والعلاقات الغير شرعية، وكل تلك الأمور تطرح تساؤلات حول قضية شائكة. سنحاول أن نبحث عن الإجابة في محاولة لتبسيط الرأي العلمي مع مقاربته بالواقع المجتمعي، من خلال طرح الأسئلة على ضيفنا بالاستوديو الدكتور أحمد السبيدي الباحث الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك حبيبي، صباح الخير أستاذ حيدر. صباح الخير، وكل عام وانتم بخير. القناة وانتم بخير دكتور، ونتمنى لكم إن شاء الله سنة خير وسنة فرح واستقرار إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، بداية هل نحن بحاجة إلى المزيد في مجال الثقافة الجنسية؟ نعم. وبصورة عامة، نعم، يعني ليش الإنسان دائما يخاف من أي شيء يجهله؟ نعم، حقيقة هي الثقافة الجنسية في أحد جوانبها هي جزء من الثقافة الصحية العامة وجزء من ثقافة المجتمع، فعلينا أنه إحنا نعرف ما معنى الثقافة الجنسية للفرد. فكثير من العلماء أستاذ حيدر، عفوا، كثير من العلماء أنه يعني يقولون أنه ثقافة جنسية توصل إلى شخص إذا كان في سن مبكر أو سن يعني كبير بالسن، بس اتفقوا أن توصل الثقافة الجنسية إلى هذا الشخص. نعم نعم. طيب اليوم الثقافة الجنسية خط أحمر. نعم. هاي المسألة أو هذا الخط الأحمر صار أحمر وممنوع الحكي بالثقافة الجنسية، هل بسبب العادة؟ نعم. أم التربية؟ نعم. أم السلوك؟ نعم. منو اللي منعها؟ نعم، احنا لشدة حساسية الموضوع انه اسمها الثقافة الجنسية، فعلينا انه ندرك انه أهمية هذا الموضوع. على الأساس هذا انه شخص من تنتقل الى المعلومة، واذا كانت بطريقة علمية هادفة بصورة مثقفة بصورة انه تفيد الفرد نفسه، راح يكون انه توصل المعلومة بشكل اللي هو يتقبله. اذا كان ودائما توصل المعلومة بالأعمار المناسبة، اذا كان عمره يعني صغير او كبير، فيجب ان توصل المعلومة بالشكل المناسب وبدون يعني استثارة، حتى لا تكون انه شغلة معيبة للشخص الآخر. نعم نعم. طيب احنا المصدر الرئيس والمفروض المصدر الدقيق والصحيح والسليم لوصول المعلومات يا اما العائلة او المدرسة. نعم. اذا تأخرت وصول المعرفة الجنسية، نعم، للشخص عن طريق الأهل او عن طريق المدرسة، هل نستطيع ان نضمن وصول المعلومة او عدم وصول المعلومة للمراهق عن طريق مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الانترنت، عن طريق الفضائيات، عن طريق المجلات، عن طريق الموبايل؟ الموبايل نعم، او حتى الاصدقاء. نعم، حتى الاصدقاء. حقيقة العلماء اتفقوا انه يقال انه هذه تسمى حقائق الحياة،
فيجب على كل شخص أن يعرفه، لأن هو التكوين البشر يعني الله سبحانه وتعالى خلقه من هو طفل إلى أن يصير رجل. التغيرات اللي يصير عنده عملية إيصال المعلومة إلى هذا الفرد وإلى هذا الشخص إذا كانت طريقة علمية مبسطة هادئة بعيد عن الاستثارة راح تكون إنه معلومات إنه تفيد هذا الشخص. نعم. طيب اليوم الأطفال يعني بحد ذاتهم سواء بهالمجال أو بغير مجال ممكن مع النمو وتطور عقلهم يبدون يسألون أسئلة محرجة تخص العلاقة الزوجية، تخص العلاقة الأسرية، طبيعة العلاقة ما بين الأم والأب، شنو الأسلوب الصحيح للإجابة على هاي الأسئلة؟ نعم، احنا بطبيعة الحال كل إنسان سواء كان طفل أو كبير من حقه أن يتعرف على جميع الحقائق. بالتأكيد. بس طريقة إيصال المعلومة هنا اللي راح تكمن المشكلة. إذا كانت المعلومة أنه فهم هذا الشخص تفهم دقيق علمي هادئ راح يستوعبه، وإذا كانت المعلومة إحنا مثل ما قلنا إذا طلعت عن الخط الأحمر راح تكون معلومة غير صحيحة ويفهم الشخص الآخر لحساسية الموضوع. بما انه من حق الام والاب انه يعلمون اولادهم، ولهذا احنا حتى اكو حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الاعمار اول 7 سنين انه بمعنى دلوهم، وبعدين شويه شدوا عليهم، وبعدين من يكبر ثالث 7 سنين خاوهم، بمعنى انه هذا يكون صديقك، فعليك انه توصل المعلومه بالشكل اللي هو يتقبل عقله، حتى الاعمار يحتاج لها انه تفهمها بشكل قياس صحيح. نعم. طيب اليوم احنا كيف ممكن انه نساعد الطفل او المراهق خلينا نقول على استيعاب وتحديد العلاقة مع الجنس الآخر؟ نعم، عملية الاستيعاب احنا اذا كان الشخص انت تدرك انه يتقبل منك الموضوع بشكل طبيعي وسهل راح يتقبله من عندك، بس انت تعطي دلائل وحقائق انه هذه الدلائل والحقائق انه هو هذا جزء من الثقافة الصحية العامة وجزء من ثقافة المجتمع، فلهذا تعتمد على السلوك والتقاليد والعرافة حتى اللي موجودة في داخل المجتمع. نعم. طيب اليوم برأيك الثقافة الجنسية ممكن تحد من حالات الطلاق؟ أكيد، أنت إذا كانت الثقافة في إحنا قلنا في بعض جوانبها تكون جزء من العلاقة الصحية أو للإنسان الفرد، وإذا تفهم الإنسان حتى أكو قسم عندنا من الثقافة الجنسية راح تولد عندنا مردودات سلبية، يعني يسوي عندنا أمراض مثلا عفوا يعني يخجل من هذا الجانب أو يكون عنده نوع من الاستحاء، فراح أنه تولد عنده مصاعب أخرى، فعلينا نفهم الشخص الآخر أنه هاي الثقافة الجنسية جزء من حياته الصحية العامة. نعم. طيب اليوم احنا يراد ما ننسى ان الثقافة الجنسية الحقيقية والمواجهة هي حق لكل رجل وامرأة مقبلين على الزواج. نعم. طبعا اذا ما كانوا على المستوى المطلوب. نعم. او الطرف يعني احنا دائما نشوف انه الرجل يمتلك مستوى معين من الثقافة الجنسية. نعم. وغالبا ما يكون المصدر هو مصدر غير صحيح. نعم. لكن البنت يكون مستوى معلوماتها بهيج حالة اقل، كيف ممكن انه يحققون السعادة الزوجية ويرضون الطرفين؟ تتحقق السعادة الزوجية من خلال تربية الشخصين سواء كان ذكر ام انثى، يعني احنا الشخص اللي يجي من عائلة والمرأة تجي من عائلة أخرى إذا كان عندهم عملية الإدراك والوضع والثقافة والأسلوب أنه يتفهمون راح يسهل عليهم كثير من المشاكل اللي هم تحيط بيناتهم، فيكون عملية التقبل للآراء سهلة تصير. نعم. طيب اليوم البعض يعتبر أنه مفهوم الثقافة الجنسية أفسد للمجتمع. نعم. ويعتبر أنه الإنترنت أفسد للمجتمع. نعم. لأن خلى البعض يطلعون على ما فيه من معلومات جنسية. نعم، احنا لو نطلع بالبداية يعني كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انه يثقف الصحابة على او يعلمهم على انه شون الاستخدام الجوانب الحياتية للمرأة والرجل، يعني من زمن الرسول حتى الفقه الاسلامي انه يعلمهم على الجانب التربوي والعلمي والثقافي وبشكل مبسط، فهذا يعني عندنا ارث احنا كبير علينا انه المجتمع يدارك شلون نتعامل مع هذه الاشياء، فاذا كانت هذه الاشياء انه الانسان شوفه يتقبلها بشكل سهل وملموس وبسيط وبشكل بعيد عن الاستثاره راح يتقبلها بهذا الجانب. نعم. طيب برايك من الانسب يعني الثقافه الجنسيه يتم تعليمها للمراهق عن طريق العائله ام عن طريق المدرسه؟ تدري انه بعض الدول نتكلم عن اوروبا الثقافه الجنسيه يمكن واحد من دروسهم. نعم. اوكي، بينما دور الاهل بهالجانب يجي مكمل. نعم. احنا هنا يخدمنا اذا درسنا ثقافه جنسيه بالمدارس. نعم. لو عن طريق الاسره والاهل يكون انسب. نعم. نعم، عمليه التثقيف انه تكون بطريقه تدريجيه، احنا الالف ميل تبدا بخطوه،
فمن يكون العمر صغير تعطي معلومات بسيطة حتى إن كان على هيكل الإنسان ووضعيته راح يشوف الأمور بشكل مبسطة، وإذا يتحول إلى المتوسطة يعني حسب الأعمار اللي هو الإنسان يحتاجه. نعم. إحنا ما نضخ الأعمار الصغيرة ونعطيها كم من المعلومات وبعدين هو يحولها إلى جانب آخر يعني أكثر من قدرته، فعملية الاستيعاب المعلومات ويا الأعمار المناسبة للأشخاص. طيب دكتور، الأبوين إيش تنصحهم فيما يختص بالثقافة الجنسية؟ نعم. وطريقة التعامل مع الأبناء بهالجانب. نعم، أنا أنصح كل أب وأم يعني أنه يعطون أولادهم بما هم يحتاجون من أسئلة، لأن طبيعة الإنسان يحب يتعرف على الأشياء. إحنا مو كل شخص أنه يتعرف على الأشياء يعني يكون عنده طريقة استثارة أو نعم. طريقة استهجان. علينا أنه إحنا أي شخص يحتاج حتى إذا كان إنسان كبير نوصل المعلومة، فعملية الأسلوب أو السلوك أو الثقافة أو نقل المعلومة راح تكون بطريقة إحنا نتمنى نكون هادئة وبطريقة علمية وبطريقة شفافة، وحتى أنه الشخص اللي أمامك يتقبلها بكل بساطة وموضوعية. نعم. طيب والمراهق شنو تقدم له نصيحة دكتور أنه كيف يتجاوز خجله ويروح يسأل الأهل بأي موضوع ممكن أن يثير فضوله سواء بالثقافة الجنسية أو غيرها، أحسن ما يروح لغير مصادر هي غير صحيحة أو غير سليمة مثل الأصدقاء والإنترنت أو غيرها؟ نعم، إحنا إذا كانت التربية يعني كان أكو عفوا نقص في هذا الجانب ويتحول المراهق إلى أنه يتعرف على المعلومات وبطريقة غير، هذا يعتبر إحنا عندنا راح يصير عندنا مشكلة أو عائق، فعلينا أنه إذا كانت الوسائل التربوية أو الوسائل منظمات المجتمع المدني هي اللي راح توصل المعلومة بشكل سليم. نعم. طيب دكتور، اليوم برأيك مجتمعنا مهيئ للانفتاح على الثقافة الجنسية؟ ممكن انه شوية شوية اليوم العائلة العراقية تقدر تطبق هاي النصائح؟ احنا اليوم قدمنا لهم نصائح. نعم. والكل طبعا هم يعرفون هاي النصائح، لكن نعم. احنا عندنا هذا حاجز الخجل. نعم. العيب خط احمر. اليوم العائلة العراقية من الانفتاح الكافي، تمتلك الانفتاح الكافي لتطبيق هذه النصائح لتعليم ابنائها؟ احنا حقيقه هو الانفتاح موجود، احنا مثل ما ذكرنا من زمن الاسلام تمتلك الوعي الكافي. اكيد هذه نعم. تعتمد على انه الاسره اذا كانت تحتاج، انت نفس الحاله ليش يعني الثقافه الجنسيه اي شيء تحتاجه الى الماء. مثلا من احتاج الى الماء الطريقه اللي اوصلها للماء واشربها. نعم. فعمليه نقل المعلومه نفس الكاس اللي احنا يعني نشرب به الماء، شلون نوصلها؟ انت عندك نقل المعلومات، عمليه التعامل، عمليه السلوك، الاسلوب، كل هذه راح تخلي عمليه انجاح وانفتاح على المجتمع. نعم، شكرا. نعم. لك دكتور على هذه النصائح، نتمنى انه تلقى صداها، ونتمنى انه هاي المعلومات يكون لها فائده بالنسبه للاهل وبالنسبه للمراهقين. شكرا لك يا استاذ حيدر وممنون منكم. أحبتي، أصبح الصوت النسائي من الأصوات المندثرة، وإن وجدت فإنها تعد على أصابع اليد. ففي بدايات القرن الماضي ومنتصفه انتشر الصوت النسائي بشكل كبير وبات منافسا للصوت الرجالي، واستمر محافظ على صدارته لغاية أواخر القرن، حيث لم تشهد تلك المرحلة ولادة أصوات جديدة خوفا من استغلالها كما كان حصل في فترة النظام السابق. وبعد عام 2003 كان من المفترض أن تكون الأصوات النسائية حاضرة بسبب انفتاح العراق الثقافي ووجود الفضائيات الكثيرة، لكن استمر اختفاء الأصوات النسائية رغم المحاولات التي تعد متواضعة قياسا بما كان سابقا. حول هذا الموضوع يأخذنا زميل يزن ساجد في هذا التقرير. صباح الخير أعزائي المشاهدين. عرف الغناء العراقي بتاريخه وأصالته، إذ لمع الكثير من النجوم والنجمات في حقبة زمنية معينة. إلا أن حاليا نلاحظ اندثار الصوت النسائي، يا ترى ما سبب في ذلك؟ فقرتنا لهذا اليوم، تابعونا. صباح الخير. صباح النور، يا هلا بك. من المعروف ان الفن العراقي معروف بتاريخه واصالته، ولما وعدنا الكثير من النجوم على الساحه،
أما حاليا فنلاحظ اندثار الصوت النسائي، شنو السبب؟ السبب عادات المجتمع، إنه وعي المجتمع وسبب نظرة الأهل للبنية. يعني أنا أعرف بنات هواية صوتهم حلو وصاحبة أداء حلو، بس ما تقدر تطلع للمجتمع وتقول أنا أغني مثلا، لكن المجتمع الخارجي مثلا العربي يكون أكثر وعي من عندنا. يعني بذا فويس فازت بنية محجبة، بس احنا ما نقدر، يعني اعرف ابن هواي بنات صوتهم قوي ادائهم قوي، بس ما تقدر تطلع للساحه وتقول. ليش؟ نظره المجتمع الها والاهلها، فاهلها يخافون عليها مثلا، لا انت مثلا راح تجيبين عاده سيئه للبيت، او راح ينظرون المجتمع نظره ما حلوه، فخلينا هيجي خليك الك هيجي استر لك احسن لك. شنو الحل بنظرك؟ الحل لازم تنتشر الثقافه بالمجتمع. يعني احنا مثقفين علميا بس مو مثقفين اجتماعيا، لازم تنتشر هاي المجتمعات المنظمات المجتمع المدني، تنتشر توعي العالم تثقفهم هذا الفكر والتنظيم، يعني العشائري خلينا نقول، والوعي انه ما حلو، لازم واحد يتوعى يثقف اكثر. يتمنون ان يواصلون الغناء او عندهم يمتلكون قدرات اصوات، يعني بس ما حتى الشباب، يعني انا كمستوى جامعه عندنا طلاب تصير بعض المناسبات يشوف اصواتهم كلش حلوه، اصوات النسائيه بس ما يتجرؤون يطلعون اصواتهم الا عن طريق الصدفه، يعني اكتشف اشياء حلوه او اصوات حلوه. اي نعم. انت كادر تربوي تشجعين الصوت النسائي؟ اي ما بيها شيء، هذا الشيء يعني حلو، يعني ليش احنا العراق ترى نتمتع بهذا الشيء من قديم، يعني من زمان يمتلكون هاي الشيء، بالسبعينات وبالثمانينات كانت زهور حسين وعندنا كوادر نسائيه هوايه بالفن. الولد 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 عزفت كمان ماخذه حريتك المطلقه نهائيا ولا 1% اصلا، وخاصه اصلا بالكل هو يسمع حكي، وكقسم الثاني مثلا نسائي قسم موسيقى من الفنيه من القسم الثاني من غيرك هو يسمع حكي انه انت شلون جايه هنا وشلون مجتمعنا وش راح تحصلين بالسوري، يعني قصدي بالنهايه راح تروحي مثلا كبري يعني سوري او يعني برا، من هو اول ابتدائي على كل الالات الموسيقيه عندنا هنا بالعداء بالكليه وتسمع حكي. تبين عزف؟ كلش توبا من المحبه. قبل من تسمع صوت نسائي أمل خضير زهور حسين وغيرها تستمتع بالصوت تستمتع بالأغنية، حس الاستمتاع صار غير شكل، من يشوف وحدة طالعة التلفزيون دماغه مو يم الصوت مو يم الشكل وش لابسة وشنو الحركات اللي تسويها، نتعرف شلون؟ فعقلية الرجل اختلفت. أنا بالنسبة لي فنانة، بس من أطلع بالشارع بحياتي اليومية ما أقول أنا فنانة أو أشتغل بفلان مكان أو شغلي فلان شلين، ما يستقبل مني تقول لأني أشتغل فلان شي راح يفكر بيك تفكير سيء. فإحنا عندنا معاناة، يعني إحنا نتمنى نوصل مثل البرة، عندهم حرية عندهم تفكير عندهم وعي، إحنا ما للأسف يعني الشعب العراقي ما عندنا هذا التفكير الصحيح. يعني تبرزين صوتك؟ لا اكيد لا، ما اقدر اقول اني ممثله او ما اقدر اقول اني كعارضه ازياء، ما اقدر اقولها. احبتي لتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع غياب الاصوات النسائيه عن الساحه الغنائيه العراقيه، معنا على الهاتف الفنانه الرائعه الكبيره امل خضير. اهلا ومرحبا بك ست امل. أهلا وسهلا يا مية، تلديكم أني شلونكم؟ الحمد لله ست أمل. ست أمل بداية نسأل، لماذا غابت الأصوات النسائية عن ساحة الغناء العراقي؟
هي ضواي امور استاذي العزيز. هي اولا والشيء المهم انه نظره المجتمع ومجتمعنا المتحفظ المتخلف، نقول المتخلف لانه فعلا احنا مجتمعنا متخلف للاسف، يعني لان هو اسمه شيء بالوجود، هو الشيء الفن ومن يجيد سيره الفن وسلوكيه الفن والفنانين، هذه واحدة. بعدين احنا بالفترة المرحلة الأخيرة بالسنوات الأخيرة اتجه الفن للتجارة للأسف. اللي عنده فلوس يسجل على حسابه ويصير مطرب، يعني فلوسه سواء زين أو مو زين، وهذا اللي نلاحظه على مستوى الأصوات الرجالية ولا النسائية، ولو النسائية ماكو قليل سرعان ما تظهر وتختفي. والسبب هو أولا مجتمعنا اللي دي ينظر للغناء نظرة للأسف ما حلوة. وبعدين المادة التجارة صارت. والشيء الثاني انه ماكو مؤسسات رسمية تتبنى الموضوع. احنا في زمننا وقبل كانت اكو برامج تستقطب الأصوات سواء الرجالية والنسائية، وكان تظهر أصوات. ست أمل، البعض يقول أنه غياب الفرق مثل فرقة الموشحات، فرقة التلفزيون، أثر أيضا على عدم وجود العنصر النسوي بالساحة الغنائية العراقية. أكيد هو ليش أقول لك، إحنا يعني مجتمعنا وكأنه يزيد تخلف، مدى نتطور، يعني ماكو تطور نحو الأحسن بالنسبة لجهة رسمية وزارة أو مؤسسة فنية أو شركة فنية مثل ما يسوون هسه بمكانه وغيرها، تتخرج أصوات حلوة. الفن هو مو شيء، خصوصا الغناء، اللي يجيد بسلوكيته إضافة إلى الفن اللي تقدمه الفنان، إنه سلوكيته لازم يجب أن تكون سلوكية تعكسها على المجتمع حتى تنطي فكرة زينة، بس ماكو مدى ينصون مجال. طيب ست أمل، سابقا كان الملحن عليه دور كبير أيضا، كان يبحث عن الموهبة الشابة، كان يبحث عن الأصوات الجميلة. أكو ملحن يقول لا، إلا ألقي صوت نسائي، مو مجرد صوت شاب جميل إذا ولد هم ما يخالف، يدور فقط على الأصوات النسائية مثلا. اليوم ملحنين وينهم من هاي المسؤولية؟ أستاذي العزيز، هو فعلا دبل الأصوات النسائية من الأربعينات إلى الخمسينات إلى حد الثمانية، أصوات نسائية أكثر من الأصوات الرجالية. نعم، خصوصا بالأربعينات والخمسينات والستينات كانت أكثر، يعني ست مائدة، ست زهور، ست وحيدة، ست لميعة، ست عفيفة، ست أحلام وغيرهم من المطربات اللي ما أتذكرهم. نعم، كانت أكثر، لأنه شنو كانوا يتبنون الأصوات، يدعموها، أكو من يرعاها، أكو من يدعمها ماديا ومعنويا. حاليا ماكو، حاليا احنا قلت لك يعني احنا للاسف بلاحظ انه المجتمع ده يزيد تخلف من هالناحيه، او كل بشكل عام مجتمعنا متخلف. طيب تأثير سلبي على ظهور الاصوات النسائيه. طيب اليوم الجمهور يتساءل ست امل، لماذا هذا الغياب؟ اين هي امل خضير اليوم من الساحه الغنائيه العراقيه؟ والله يعني نفس يعني هم شملتني الحاله، انه احنا ما قادرين حقيقه، يعني لضيق اليد بدي اقولها بصراحه، انه ما اقدر اجي انا امطي كذا مبلغ واسجل لي اغنيه. اولا لا امكانيه تساعدني، ولا انا راح الجي مقابل هالشيء من ما يعوضني يعني عن ما اخسره مثلا. وبعدين احنا تجاوزنا هذه المرحله، يعني المفروض نكون متجاوزين هاي المرحله، انه بالفعل احنا نجي نسجل فماكم يعني حتى الفضائيات اللي توعد دائما توعد انه يسجلون اغانينا ويصورون اغانينا احنا الرواد، ماكو، هي اصلا وزاره ماكو تدعمنا. المهم ست امل، يعني ست امل انت وفنانين الرائعين من الزمن الجميل، المهم ورغم كل هاي الظروف انه انتم بالقلب تبقون بالقلب. وانا في فتره قريبه مرضت، سويت عمليه وشويه همين اختفيت، بس شنو انا كنت قبلها يعني احاول امارس حياتي الفنيه من خلال تواجدي بالمتنبي في قاعه شناشيل في المتحف البغدادي، حتى احس في تواصل ويا جمهوري، وهذا اضعف الايمان يعني. نعم، لانه ماكو رعايه للاسف، هاملين الدوله تهمل الفنان بشكل عام والغناء
بشكل خاص للأسف. ست أمل نتمنى لك الصحة والسلامة ومزيد من العطاء. الله يسلمك. وشكرا لكل ما قدمتي للعراق والعراقيين والفن العراقي. تتطور الأمور وتصير إن شاء الله وتظهر أصوات حلوة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا ست أمل خضير. شكرا جزيلا لك. أحبتي المشاهدين، يحتفل أشقائنا المسيحيون في بغداد والمحافظات بأعياد الميلاد ورأس السنة بإيقاظ شموع الميلاد والدعاء بأن يكون عام 2016 عاما للأمن والاستقرار والسلام. كاميرا برنامج صباح غير شاركت عدد من عوائل المسيحيين أفراحهم وسألتهم عن أمنياتهم بهذا التقرير. خلينا نتابع. مرحبا استاذ، شلون الصحه؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يخليك. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه، يشرفنا وواجب علينا ان نشارك اخوتنا واصدقائنا واحبابنا المسيحيين بأفراحهم ومسراتهم. لذلك اليوم عدسة المدى حاضرة ومتواجدة بمنازل العائلات المسيحية. خلينا نتابع. بداية كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة عليكم شيخ هيثم. شكرا جزيلا، الخير لكم وللعراقيين جميعا وكل الخيرين في العراق والعالم اجمع. احب اسمع تحية لكل اخوانكم، لكل الاقارب، لكل الاحباب اللي متواجدين خارج البلد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نشكر قناتكم على هذه الفرصة الرائعة الجميلة ابتداء بهذا اليوم العرس، العيد المبارك، عيد ميلاد السيد المسيح، رسالة الرحمة والمحبة والسلام. نوجه كل الحب والتهاني إلى الزعيم الكاثوليكي الأعلى في العالم، قداسة البابا فرانسيس الأول والكرادلة المعاونين له، ونوجه التحية إلى كل القادة الدينيين المسيحيين في العالم وفي العراق خصوصا، وابتداء بزعيمنا الديني الكلداني الباترياك لويس ساكو الجليل الاحترام، وإلى رؤساء الطوائف ومنهم رئيس طائفتنا قداسة المطران أفرام عبا الجليل الاحترام رئيس طائفتنا السريان الكاثوليكية. كل الحب والتقدير أيضا إلى راعي كنيستنا السريانية في بغداد الجديدة الأب العزيز الغالي والأخ الكريم أفرام إيشوع سولاقة، هذا الرجل الشجاع الذي تمكن من تحقيق أعلى درجات الأواصل والمحبة بين أبناء الشعب العراقي في بغداد الجديدة. منا لهم كل الخير والصحة والسلامة لهم جميعا، واتمنى انه يكونون هم هسه بيناتنا احنا، يعني بس رغم انه مسافه البعد عنهم، بس احس نفسي انه هم قريبين علي وايه. كل عام وانت بخير، سنة سعيدة عليكم. أشكرك وأيامك. وين رحتوا؟ وين جيتوا بالعيد؟ كنيسة رحنا وجينا، هاي أقرباء أهلي. هاي إجوا ويامكم لو أنتوا رحتوا يمهم؟ أنا أروح يمهم، هم مو هرقتك. زين. إيه. إيش طبختوا بالعيد؟ لو تمام برياني، لو دورما، لو هاي. وأول يوم إيش طبختوا؟ ما طبختوا السمك؟ طبعاً طبقنا سمك. هاي أنتوا دائماً بالمعتاد أنه تسوون السمك بالبداية؟ طبعاً بالبداية، ثاني يوم دور ما شيء. هاي زين. شلون العيد وياكم هالسنة؟ كالعادة نفسه، قاعدين رحنا وجينا. هاي زين. منو عندكم خارج البلد؟ والله عند أختي. شو تقول لي لها اليوم؟ والله يقولها أيام سعيدة وهاي. أيام سعيدة وهاي. استعقلة أرجع أشوفكم. هاي ما تتمنين تطلعين يمهم برا؟ كل العراقيين كل العالم، مو بس عراقيين، كل العالم سلام يصير، ناس يعيشون بالهدوء ومرتاحين. كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة عليكم. وانت بعد بخير حبيبي. أشكرك. شلون العيد وياكم؟ والله الحمد لله زين. حلو حلو.
وين طبيتوا وين طلعتوا؟ رحنا للكنيسة ورجعنا طلعنا شوي افترينا بعدين رجعنا للبيت. زين هذا العيد بهاي السنة مختلف عن الأعياد بالسنوات السابقة؟ اي مختلف لان يعني تعرف القرايب والأحباب والأصدقاء كلهم طلعوا ما يعني ما بقى أحد كلهم طلعوا للخارج. صح. زين اليوم من خلال عدسة قناة المدى أريد توجه لهم فد تحية معينة فد معايدة معينة اليوم أكيد هم دا يشوفوك. أحب أقول لهم كل عام أنتم بألف خير ويا رب إن شاء الله يحقق أمنياتكم. شكرا للزميلة سعادة على هذا التقرير. أحبتي المشاهدين، دراسة برازيلية أثبتت أن المرأة لها القدرة على النجاح في مجال إدارة الأعمال التجارية أكثر من الرجل، ولكن ذلك النجاح ينحصر في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أما الأعمال التجارية الكبيرة فهي لا تزال محصورة بيد الرجل. هذا الموضوع سنسلط الضوء عليه من خلال حوارنا مع ضيفتنا بالاستوديو الست شدى ناجي الناشطة في حقوق المرأة. أهلا ومرحبا بك ست شدى. أهلا بك، شكرا جزيلا. مجموعة من الصفات تمتلكها المرأة تأهلها لأن تكون قيادية ناجحة وإدارية ناجحة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من الرجل. يمكن صفة التدبير هي الصفة الغالبة في هذا المجال، هل هذا يعني أنه الرجل هو غير مدبر، أم أنه التدبير فقط هو من يمكن المرأة، من هنالك سلسلة أيضا من الصفات تنفرد بها المرأة عن الرجل أهلتها لهذا النجاح؟ شكرا جزيلا وشكرا لاهتمامكم في هكذا مشروع موضوع يخص النساء ويخص وضع النساء الاقتصادي اللي احنا الآن بحاجة ماسة إلى طرح مثل هذه المواضيع. وشوية أختلف مع حضرتك أنه هي مو فقط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ناجحة، ولكن هي ناجحة في كثير من المجالات، ولكن للأسف الشديد يعني عدم الاعتراف بقدرتها، وهاي متأتي من ظروف اجتماعية وظروف سياسية وظروف البلد اللي نمر به. كل هذا العوامل مع الأسف الشديد تخلي المرأة أمام نظرة الآخرين هي ضعيفة في إدارة بعض الأشياء، ولكن هي ناجحة في كثير من الأمور. تشوف أنت يعني في حالة غياب الرجل عن المنزل تكون المرأة ناجحة وبشكل ممتاز جدا، غير أن يكون غياب المرأة عن البيت. وأكو مثل شعبي يعني يقول يعني إذا راحت المرأة من البيت تتفتت العائلة. المرأة هي أساس العائلة وأساس المجتمع، ولكن يعني النظرة الدونية للمرأة من قبل الجهات اللي تحاول أن تجعل المرأة في الموقع الثاني والرجل في الموقع الأول، وأعطاء الحيز الأكبر للرجل ممارسة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية على نطاق واسع، يجعل المرأة محصورة في الحيز الخاص. والحيز الخاص طبعا تظهر منه أشياء كثيرة، ولكن هي رغم يعني انحصارها في الحيز الخاص تراها مبدعة عندما تقود عائلتها. ونشوفها في المشاريع الصغيرة مثل ما تفضلت حضرتك والمتوسطة نتيجة لعدم قدرتها على يعني الاقتصادية. الرجل طموحه أكبر من المشاريع الصغيرة لأن هو يمارس الحياة بشكل أوسع، وهو له يعني كل المجالات مفتوحة. فنشوف يعني هي عندما تحاول أن تعمل شيء تكون مبدعة فيه، ولدينا تجربة في هذا المجال. كثير من النساء اللي أعطين مشاريع صغيرة هن ناجحات ومتفوقات، وقدرن يدرن على عائلتهن دخل محترم ويعيشن بكرامة حتى وإن فقدن الزوج، سواء عن ظرف اجتماعي أو عن ظرف سياسي يعني شهيد أو يعني راح الرجل من العائلة واحتلت المرأة موقعها في العائلة، تكون مبدعة وقادرة على العمل. إذن المرأة العراقية اليوم استطاعت وبجدارة أن تنجح بإدارة مشاريعها اللي حاليا بسبب ظروف البلد اضطرت أن تنزل إلى الميدان مثل ما ذكرتي، وهي تكون المعين لعائلتها وهي الأب والأم بذات الوقت. طيب ستنا اليوم
البعض يقول انه المرأة اكثر صدق وامانة واخلاص بانجاز العمل، وهذا ايضا سبب اخر من اسباب نجاحها بادارة الاعمال. فعلا المرأة اكثر حرص من الرجل على العمل؟ والله هاي ما يراد لها شهادتي أنا، ولكن يعني شهادتك أنت وتشوف أمك يعني وتشوف أختك وتشوف زوجتك وتشوف حبيبتك كيف هن صادقات ومبدعات، ولكن قلنا يعني للأسف الشديد يعني كثير من الأمور وكثير من العوائل للأسف الشديد يعني الآن إحنا لحد هذه اللحظة نعد من العالم يعني الثالث ومن العالم، وعندما يعدون يعني بلداننا يعدونها من البلدان غير المتقدمة نتيجة يعني عدم إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة في المشاركة، أولا في المشاركة السياسية، اثنين في المشاركة الاجتماعية، المشاركة الاقتصادية، ولكن هي ناجحة وصادقة. وإحنا عندنا مثل يعني الكثير يعرف عندما ساهمت المرأة في المجال السياسي، يمكن كانت المرأة في تبوء الوزارات كانت صادقة وما شابتها أي شائبة في الفساد الإداري ولا والآن نلاحظ يعني إحنا كمنظمة نساء من أجل السلام نعمل في مجال منح المشاريع الصغيرة، وجدنا المرأة في هذا المجال فعلا صادقة، والمرأة في هذا المجال متفوقة ومبدعة ومبدعة ها مو فقط يعني ناجحة. طيب ست شذا، البعض يقول أنه المرأة أكثر حزم بالإدارة من الرجل رغم أنه هي تمتلك من العاطفة الكثير، فهل يعني اليوم عاطفتها تأثر على عملها أم لا؟ هي العاطفة نعمة، يعني هي لما تمتلك المرأة هاي العاطفة والحب ومنحة للآخرين هاي نعمة، وأكيد هي راح توازن بين عاطفتها وبين عملها، لأن العمل التجاري يحتاج إلى حسم ويحتاج إلى يعني إصرار على النجاح. هي شقد ما تكون مصرة على أن تنجح وتوازي الرجل في إدارة مشروعها أكيد تكون حريصة وتخلي العواطف شلون تستخدمها بالشكل اللي يخدم مشروعها. طبعا تحياتنا للمرأة العراقية ونتمنى لها النجاح أينما كانت وأينما حلت، ونتمنى أنه الآفاق أمامها تنفتح بأوسع أبوابها ومدياتها. شكرا. شكرا لكم، ألف شكر. أحبتي المشاهدين، سنناقش اليوم في فقرتنا الطبية موضوع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. الكوليسترول أحد أمراض العصر، هل نستطيع أن نعتبره هكذا؟ وما هو الكوليسترول، فوائده ومضاره وإمكانية السيطرة على ارتفاعه وانخفاضه وطرق الوقاية؟ هذا ما سنناقشه في فقرتنا الطبية لهذا اليوم مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ندى عبد الوهاب اختصاص طب الأسرة. أهلا ومرحبا بك دكتورة. شكرا جزيلا على استضافتي، وبالحقيقة أنا طب مجتمع يمكن ما فهموني الأخوان، وشكرا على استضافتي، وأهني الشعب العراقي بمناسبة أعياد المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد المجيدة إن شاء الله. كل عام وأنت بألف خير. شكرا وأنت بألف خير. دكتورة بداية، ما هو تعريف الكوليسترول؟ نعم، الكوليسترول هو عبارة عن دهون موجودة في الجسم، هذه الدهون يفرزها الكبد، يصنعها الكبد، وهي تتكون من أربع أشكال: كوليسترول الكلي، واللي يحتوي على أيضا الدهون الثلاثية، ويحتوي على الدهون عالية الكثافة والدهون واطئة الكثافة، فهي أربع أشكال أربع قراءات للكوليسترول. الكوليسترول بفوائد وبمضار. فالكوليسترول فوائده مثلا انه ممكن يعني انه الجسم يحتاجه لصناعه بعض الهرمونات، الجسم يحتاجه مثلا لصناعه فيتامين دي مع اشعه الشمس، ايضا يستفاد منه في قناه يعني الغده الصفراء، تكون الماده الصفراء اللي تهضم الدهون، وايضا مثل ما قلنا بعض الهرمونات بالكلية وال يعني الهرمونات ايضا الذكوريه ايضا تحتاج الكوليسترول. اما مضاره فهي كثيره طبعا، يمكن سامعين هوايه من المشاهدين سامعين هوايه عن مضاره،
وهذه تظهر بالأعمار الأكبر، يعني كل ما يتقدم الإنسان بالعمر تظهر مضار الكوليسترول. هو الكوليسترول بالدهون الثلاثية هي مضرة، والدهون واطئة الكثافة هي مضرة، لأن هذه شو تسوي؟ تترسب بالبطانة مال الأوعية الدموية وتسوي فد يعني تثخن بجدار الأوعية وتصلب بالشرايين، ويعني تغلق المجرى الشرايين وتسوي في القلب جلطة، يعني تبدي بذبحة بالقلب، وإذا استمرت تحول إلى جلطة بالقلب. وكذلك بالنسبة للدماغ أيضا تسوي الجلطات الصغيرة وأيضا تتطور إلى جلطة كبيرة بالدماغ، وممكن أيضا تسوي خثرة في القدم، يعني في الـ الأطراف السفلية، وآلام كثيرة، وممكن حتى توصل إلى الجانجرين. فهي مضارة كثيرة. طبعا لازم يعني المواطن يحاول يسيطر على الكوليسترول ما تقدر. طيب دكتورة، بأي عمر ينصح أنه يبدأ الإنسان يفحص مستوى الكوليسترول بالدم؟ والله هو يعني خلينا نقول فوق 25 من العمر يبدي، يعني يفضل أنه يسوي تشيك أب يعني سنويا. بس إحنا عندنا برنامج بالدائرة الصحة العامة، بدينا برنامج العام الماضي، بعدنا بهالسنة بالحقيقة بدينا به، إنه نحاول نكتشف يعني نسوي غربلة للكوليسترول، لأن هذه الكوليسترول إذا كان عالي يسوي لنا خطورة على إصابة أمراض القلب وأوعية الدموية بالدماغ يعني. فعندنا فد شارت خاص من خلاله نعرف إيش قد خطورة الإصابة بهذه الأمراض، فنسوي تشيك اب، يعني نسوي لأي شخص يجي عمره فوق 45 سنة نسوي له فحص للدم، ومن خلال نعرف ايش قد عنده الكوليسترول. فإذا عالي وعنده عوامل خطورة أخرى بحيث احنا نسميها نسبة خطورة الإصابة بالأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من 30%، ننطي ننصحه مشورة طبية، مشورة غذائية، والابتعاد عن التدخين، والسيطرة على السكر، والسيطرة على الضغط، ونبدي نعطي أيضا أدوية لتخفيض الكوليسترول. طيب دكتور، شو وقت نبدي نقلق من مستوى الكوليسترول بالدم؟ أي حد يوصل وراها ندخل مرحلة القلق؟ نعم، بالحقيقة هو الكوليسترول إحنا نسميه الكلي لازم يكون أقل من 200، يعني يفضل يكون أقل من 200. بس إذا صار فوق 250 نبدي نقلق، يعني هو بين 200 و250 هو هذا يعتبر يعني فترة اللي نبدي نقلق بها. اللي فوق 250 لا، هذا صار يعني نقلق إحنا. وأكو عندنا دهون اللي مثلا الواطئة الكثافة، مثلا للرجل لازم تكون أكثر من 50، وللمرأة لازم تكون أكثر من 40، وبالنسبة للدهون الثلاثية لازم تكون أقل من 100 150. فهي هاي المقاييس اللي احنا يعني نتابعها. بالنسبة للدهون عالية الكثافة يفضل تكون الواطئة الكثافة يفضل تكون أقل من 100، وعالية الكثافة مثل ما قلنا أقل من 50 ب40. أكو أمراض أحيانا، احنا قلنا الكوليسترول ارتفاعه يسبب أمراض، أكو أمراض أحيانا هي السبب ارتفاع الكوليسترول؟ والله السكر، سكر، ارتفاع السكر بالدم، والسمنة طبعا، وارتفاع الضغط، هاي كلها ممكن تؤدي لنا الى خلل بالأيض الجسم ويسبب لنا ارتفاع يعني الدهون في الجسم. فالشخص اللي عنده سمنة، يعني هاي يسموها عوامل خطورة، اللي عنده سمنة، اللي عنده ارتفاع ضغط، اللي عنده سكر، اللي عنده يعني النظام الغذائي مالته مو مناسب، لازم كل شيء يدير باله على الكوليسترول. عفوا، حدثينا عن الأغذية المناسبة حتى نحافظ على ارتفاع مستوى الكوليسترول. واللي لا سمح الله مصاب بارتفاع الكوليسترول أيضا يحافظ على مستوى الكوليسترول لا يرتفع. نعم، بالحقيقة يعني هي أكو أغذية يعني إحنا لازم نحاول نزيد منها، مثل الفواكه والخضروات. قدر الإمكان، وخاصة الألياف، الكربوهيدرات اللي كاملة يعني بالقشرة مالتها، هاي كلها تخفض الكوليسترول. اللي تزيد الكوليسترول كل الأغذية اللي بيها دهون، مثلا اللحوم الحمراء. سواء لحم الخروف أو لحم البقر. وبالنسبة مثلا اللحوم البيضاء يفضل عن الحمراء، مثلا لحم السمك صحي بالنسبة وكذلك لحم الدجاج يعتبر
يعني أقل خطورة من لحم اللحوم الحمراء. فلهذا لازم الشخص من يريد يأكل لحوم يحاول يأخذها، إحنا نسميها لين ميت، يعني لحوم خالية من الدهون. وإذا بها مثلا إذا جلد مثلا بالنسبة للدجاج حاولوا ينزعون الجلد. الألبان يحاولوا يعني يحاولون يفضل أنه ألبان قليلة الدسم، يعني حليب قليل الدسم، الجبن قليل الدسم، القيمر والقشطة حاولوا يبتعدون عنها قدر الإمكان. الزبد أيضا حاولوا يبتعدون عنها، مثلا أكو زبد نباتي أقل خطورة من الزبد الحيواني. وكل ما هو درجة حرارة الغرفة هو جامد هذا خطر على، يعني مثلا قصدي الدهون الجامدة بدرجة حرارة الغرفة هي خطرة على الجسم، لأن هاي تسد يعني تسوي تصلب بالشرايين، تسد المجرى الأوعية الدموية. بس أكو أغذية صحية احنا نقول عليها اللي هي مفيدة تقلل الدهون الخطرة وزيد الدهون المفيدة، مثل زيت الزيتون، المكسرات مثل فستق والفستق العبيد احنا نسميه الفول السوداني، زيت السمك، يعني بعض مثل قلت لكم الخضروات مثل البامية مفيدة زيد الدهون الصحية، يعني الكرز ايضا مفيد. يعني هاي اللي تحضرني والله، يعني لازم الواحد يدور عليها يعني بشكل خاص. بس هي اكو يعني زيت جوز الهند ايضا مفيد، مع انه هو زيت مشبع. هي بالحقيقه اكو زيوت، اكو نوعين من الزيوت، اكو زيوت مشبعه واكو زيوت غير مشبعه. فالزيوت غير المشبعه هي الاكثر صحيه من الزيوت المشبعه، فهي هاي اللي احنا ندور عليها. طيب دكتوره، من عرضة اكثر لارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، المراه ام الرجل؟ الرجل أكثر من المرأة. بس بعد سن اليأس يبدون يتقاربون مع بعض، يعني بالنسبة لل بس خطورة الكوليسترول على الرجل أكثر. لهذا إحنا من نسأل، أكو دهون يسموها عالية الكثافة، يعني لازم الرجل يحاول إنه يزيدها الهاي اللي هي اللي هي صحية للرجل، فلازم تكون أكثر من 50 بالنسبة للرجل، وأكثر من العفو أكثر من 40 بالنسبة للرجل، أكثر من 50 وين تتواجد هاي الدهون دكتورة؟ نعم وين تتواجد هاي الدهون؟ هي موجودة بالجسم، يعني موجودة يعني بالكبد وموجودة، يعني قصدي كيف ممكن الجسم يحصل عليها من أكثر معينة؟ هي هاي الأغذية اللي قلنا عليها المفيدة، المكسرات، زيوت زيوت زيتون، زيت الزيتون، الخضروات مثل البامية، والفواكه مثل الكرز، زيت السمك ايضا صحي، الاوميجا 3، كل الاشياء اللي تحتوي على اوميجا 3 هي هاي كلها مفيده. طيب دكتور، حدثينا عن العلاقه ما بين التدخين وارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم. نعم، بالحقيقه هي هاي اثنينات عوامل خطوره مهمه للاصابه بالامراض القلب واوعيه الدماغ. فاذا مثلا احنا يعني مع الاسف اني موجود عندي تشارت كان اشوفه للمشاهدين، اذا عند المواطن عنده لا سمح الله همي أنا ارتفاع بالكوليسترول وهمي أنا يدخن، فهذا يعني ضاعف الخطورة مالته، لأنه هو يصير عنده إصابة بالجلطة الدماغية أو القلبية. فإذا هو مثلا مدخن عنده مشكلة كبيرة، فذاك الوقت ينصح أولا بترك التدخين تماما، يعني يقلع عن التدخين ويبدي يقلل الكوليسترول. فنانة عنده لازم يشتغل طبيب يعاونه والكادر الصحي يعاونه أنه يقلع عن التدخين ويزيد الدهون المفيدة ويقلل الدهون المضرة بالجسم. طبعا هذه تحتاج لها مو بس يعني أغذية خاصة، يحتاج لأيضا ينزل وزنه، ويحتاج لأيضا يمارس نشاط بدني يعني أكثر حتى يقدر يسيطر على الكوليسترول بالدم. طيب دكتورة، في ختام حوارنا لهذا اليوم، شنو النصائح اللي تقدميها للمشاهدين؟ والله نصائحي أنا أتمنى الصحة لكل المواطنين الكرام، ونصيحتي الغذاء الصحي المتوازن. يعني الإنسان يقدر يعني مثل ما علمنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنه المعدة بيت الداء، إنه يقدر يأكل الشيء اللي يحبه بس باعتدال وبتوازن، ويزيد من الأشياء المفيدة، يبتعد عن الأشياء المضرة اللي بها دهون، اللي بها سكريات كثير،
اللي هي خالية من المواد الغذائية مثل هذا الأكل اللي احنا دا ناكله بالمطاعم، يقلل من عنده قد ما يقدر، أكل البيت صحي أكثر، الفواكه والخضروات، يزيد من السوائل الماء ويقلل من الملح، ويمارس حياة نشطة بدنيا، يعني إن شاء الله يبتعد عن التدخين، إن شاء الله يصير صحته زينة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة. الله يخليك. حبيتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، مع السلامة.